السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بمجاهدة النفس على نزول الطاعات والانقياد وعلى البعد عن المعاصي والذنوب، فقال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ففي ذلك دليل على أن جهاد النفس على الطاعات والعبادات هو من أفضل الأعمال. لأصحابي حينما رجعوا من إحدى الغزوات: قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر من الجهاد الأكبر. أحبتي في الله، إن مجاهدة النفس وإصلاح القلب واجب وضروري لكل إنسان، بأن الله تبارك وتعالى قد علق الفوز والفلاح لتزكية النفوس وإصلاح القلب. وتطهير القلوب، وجعل الخيبة والخسران في تشكيه النفس بالمعاصي والذنوب. فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.